شنو الصحيح؟ تصحيح بعض التصورات الصحية الخاطئة. أهلا وسهلا بكم في شنو صحيح، أهم المعلومات الطبية والعلمية والصحيحة. هذا أول بول تلقاوه معنا على راديو الحياة فهم، خاصة في شنو صحيح. والسؤال اللي مش نحاولوا نجاوب عليه اليوم، هل صحيح أنه تم رصد 4 سلالات فرعية من الأوميكرون وإلا لا؟ أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها رصدت 4 سلالات فرعية من المتحول لفيروس كورونا أوميكرون، وقالت المنظمة أنها تراقب السلالات BA1 BA2 والBA3، وأنه من السابق لأوان إعلان النصر على الجائحة. وذكرت المديرة الفنية لمنظمة الصحة العالمية ماريا فان كيركوف ردا على سؤال بشأن موعد نهاية جائحة كورونا، قالت ما زلنا لا نعرف كل شيء عن الفيروس، وأضافت ما زلنا لا نعرف كل شيء عن المتغيرات والمسار المستقبلي لذلك. ويذكر أنه قد تم رصد متحولين فرعيين من الأوميكرون في عديد من الدول العالم، مما أثار مخاوف من أن الوباء سيستمر في إصابة غير الملقحين والملقحين على حد السواء. وقال دول مثل بريطانيا وسنغافورة والهند أنها رصدت سلالات فرعية مثل BA2 والBA3، وشهدت هذه الدول ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات، ما يعزز المخاوف أن السلالات الجديدة سريعة التفشي. كانت هذه شنو صحيح بالنسبة لليوم. شنو صحيح؟ تصحيح بعض التصورات الصحية الخاطئة.